في دقائق معدودة اسمحوا لي أن أشارك معكم ما لم أسمع به من قبل عن هذه المعجزة القرآنية التي جعلتني في صدمة لما فيها من سهولة في التوثق منها لكل إنسان، وعظمة الخالق في منح البشر دلائل عظمته بكل لون من ألوان معرفة العارفين. قرأت للعالم الراحل دكتور مصطفى محمود في كتابه من أسرار القرآن سر ترتيب الصور، حيث يقول: هل فكرنا يوما في سر ترتيب الصور في القرآن الكريم والذي كان وحيا إلهيا خالصا؟ ولنبدأ بصورة النمل، وهي من الصور المكية، وترتيبها في المصحف رقم 27 وعدد آياتها 93. قبل أن نبدأ، هل تعرف ما هي الكروموسومات؟ إن الكروموسومات هي خيوط دقيقة داخل النواة، تم اكتشافها آخر 50 عاما، وهي التي تحدد نوع الكائن الحي، وهي التي تميز نوع هذا الكائن عن غيره، وتحمل المادة الوراثية DNA، ويختلف عددها من كائن حي لكائن حي آخر. فمثلا كروموسومات البشر 46، والدواب 60، والنحل 16، والنمل 27، وهكذا. أي أننا لو كنا في معمل وعرض علينا مثلا خلية لكائن حي أو حتى شعرة واحدة منه، وطلب منا أن نعرف لأي كائن حي تنتمي هذه الشعرة، فنقوم بفحصها بالميكروسكوب وعد الخيوط الرفيعة الموجودة بالنواة، وبالتالي نحدد نوع الكائن الحي. فهل علمت أن عدد كروموسومات النمل 27، وهو رقم الصورة في المصحف، وعدد كروموسومات النحل 16، وهو رقم الصورة، وعدد كروموسومات معظم أنواع العنكبوت 29، وهو رقم الصورة في المصحف أيضا. وليس الأمر مقتصرا على الحشرات، فالوزن الذري للحديد مثلا هو 57، وهو نفس رقم الصورة. هل عرفت الآن أحد أسرار ترتيب الصور؟ فلكل صورة سر، ولنبدأ بصورة النمل، وكما قلنا أن ترتيبها 27 وعدد آياتها 93. وتبدأ بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هذه هي الآية الأولى من سورة النمل، وطسين من الحروف النورانية المقطعة التي لم يعلموا أسرارها حتى اليوم بشر. وبالبحث وراء بدء السورة بطاء سين اكتشفنا الآتي: ورد حرف الطاء في سورة النمل 27 مرة، وهو نفس رقم ترتيب السورة في القرآن، بينما ورد فيها حرف السين 93 مرة، وهو عدد آيات السورة، وكأنها مقدمة تمثل مفتاح السورة ومضمونها اللغوي. وكان الله يخاطب نبيه طسين، الطاء عددها هو ترتيب السورة، والسين عددها هو عدد الآيات، سبحان الخالق العليم. لذا أكمل الحق بقوله طسين، وهو رقم السورة وعدد آياتها، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هل علمتم أن هذا القرآن لو امتدت إليه يد بشر بآية واحدة، بكلمة واحدة، أو حتى بحرف واحد، لاختل فورا هذا البناء اللغوي وهذا التناسق العددي المذهل في كل صوره وآياته؟ بدأنا التعمق والدراسة وراء الحرف طاء في القرآن الكريم، ولكن قبل أن نبدأ، لو سألتك
ما هو أشهر حرف طاء في القرآن الكريم؟ بماذا تجيب؟ أعتقد أن 99% سيجيب طاء، طه، في بداية سورة طه، وهي السورة الوحيدة في القرآن التي يبدأ اسمها بحرف الطاء. لنرى، ورد حرف الطاء في القرآن 1273 مرة، ونصفهم بالضبط هو الطاء رقم 637، أي يسبقها 636 طاء ويليها 636 طاء. هل تعرف أن الطاء رقم 637 هي طاء طه؟ سبحان الله العظيم، أي أن طاء طه تتوسط بالضبط حروف الطاء في القرآن الكريم. من يحسب كل هذا؟ وكفى بالله حسيبا. وليس الأمر بجديد، فمثلا سورة البقرة 286 آية، ووسطها بالضبط 143، وعند رجوعنا للآية 143 وجدنا قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. سبحان الله العظيم. ويقول الملحدون أنه كتاب بشري، أي بشر على وجه الأرض يحسب كل هذا؟ أي بشر؟ سبحان الله العظيم، أي بشر يستطيع بكل هذا النص الذي جاوز 600 صفحة أن يحسب عدد مرات ذكر لفظ الجلالة الله؟ هل تعرف كم مرة ذكر لفظ الجلالة الله في القرآن الكريم؟ 2699 مرة، وهو رقم غريب عجيب متميز مذهل رغم كبره. فمن المعلوم أنه كلما كبر الرقم زاد عدد الأرقام التي يقبل القسمة عليها. فهل يقبل هذا الرقم القسمة على 100؟ لا. على 99؟ لا. على 98؟ لا. ولا على 97، ولا على 10، ولا 7، ولا 5، ولا 3، ولا 2. رقم غريب وعجيب لا يقبل القسمة أبدا إلا على واحد صحيح. فلفظ الجلالة لا يقبل القسمة إلا على الواحد الصحيح، فسبحان الواحد الأحد. ولو زاد رقما واحدا أو قل رقما واحدا لقبل القسمة على أرقام عديدة. لو زاد القرآن كلمة واحدة وزاد العدد رقما واحدا ليصبح 2700 مثلا، لقبل القسمة على 1 و2 و3 و5 و6 و9 و10 والكثير من الأرقام. سبحان الله ربي القائل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سورة البقرة الآية 163. أي بشر يفعل هذا الإعجاز؟ هل كل هذا صدف؟ من يحسب كل هذا بدقة متناهية؟ والأهم أن يكون في نص بليغ تحدى به بلاغة العرب، بيانا وإعجازا عدديا وعلميا موجب للذهول حتى في أدق النسب العلمية. هل تعلم أن اليابسة ذكرت بمصطلحاتها في القرآن 13 مرة، بينما ذكر البحر 32 مرة، أي بنسبة 32 إلى 13، وهي النسبة المئوية العلمية الدقيقة بالمليمتر لنسبة اليابسة إلى الماء في الأرض، ومجموعها 45، وبالتالي تكون النسبة المئوية للبحر 32 إلى 45، أي 71.1%، وتكون نسبة اليابسة 13 إلى 45، أي 28.9%، وهي النسبة العلمية الأدق
المعترف بها عالميا والموثقة بمكتبة الكونغرس. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. أي بشر كان يعلم هذا قبل 1400 عام؟ كفى بالله حسيبا وبالقرآن كتابا. من كتابي أسرار القرآن للدكتور مصطفى محمود رحمه الله.